انخفاض على درجة الحرارة لتكون الأجواء لطيفة نهاراً وباردة ليلاً، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير. إذا تكون الأجواء لطيفة في عامة مناطق المملكة مع انخفاض على درجات الحرارة، وبالنظر إلى خرائط درجات الحرارة الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، نجد أن هنالك انخفاض على درجات الحرارة لتكون حول معدلاتها لهذا الوقت من العام أو أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. ننتقل لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة عمان لتكون غائمة كليا، ودرجة الحرارة 17 درجة مئوية، وسرعة الرياح تصل إلى 11 كيلومتر في الساعة. ننتقل لمعرفة درجات الحرارة في 3 أيام القادمة في العاصمة عمان، حيث يوم الثلاثاء تكون 20 نهارا و9 درجات ليلا، أما الأربعاء تكون 18 نهارا و8 درجات ليلا، لترتفع درجة الحرارة لتكون 23 درجة نهارا و14 درجة ليلا. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة في عامة مناطق المملكة، ونبدأها شمالا من إربد، حيث تكون درجة الحرارة 22 درجة مئوية إلى 11 درجة ليلا، في المفرق من 23 إلى 8، في جرش من 23 إلى 11، من عجلون من 20 درجة إلى 10 درجات مئوية. إلى مناطق الوسط والعاصمة عمان تكون من 20 إلى 9 درجات، في الزرقاء من 23 إلى 10 درجات، البلقاء من 22 إلى 10 درجات، مادبة من 23 إلى 9 درجات، والبحر الميت تكون الأجواء لطيفة من 31 درجة مئوية إلى 18 درجة ليلا. كرك من 22 إلى 9 درجات، في الطفيلة هنالك رياح قوية من 21 إلى 9 درجات، معانا أيضا رياح قوية من 26 إلى 10 درجات ليلا، في جبال الشرا من 18 إلى 6 درجات، والعقبة من 30 إلى 17 درجة مئوية. أخيرا في الصفاوي من 29 إلى 10 درجات، في الرويشد من 23 إلى 11 درجة، وفي الأزرق من 29 إلى 11 درجة. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، إلى أن نلتقي في نشرات أخرى، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.